السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة زينو جيمرز، رمضان كريم للجميع المشتركين، ونعتذر كثيرا عن التأخير. كما تشاهدون، لعبة سولو ليفلينج الآن صدرت رسميا لهواتف الأندرويد، سأضع لكم رابط تحميلها أسفل أول تعليق في التعليقات. كما تشاهدون، اللعبة حجمها الكامل حوالي أعتقد 3 جيجا. الآن نقوم بتحميل ملفات الداتا، ننتظر الآن انتهاء عملية التحميل. كما تشاهدون، هاي اللعبة الآن قد بدأت. الآن نتقدم هنا، أيوه اللعبة كما تشاهدون تحكم حر كما قلت لكم. أي أول شخصية سنواجهها؟ A lizard man. I think ليزر. this one. ليزر I need to get rid of him to get past. اللعبة رائعة كما تشاهدون. أنمي صراحة خرافي أصدقائي. أشاهده كل سبت صراحة. أنمي واعد جدا. أنصح بالجميع بمشاهدة أنمي سولو ليفلينج. قصة رائعة. وهذا كما يقول أن المانهوا الخاصة به هي أفضل بكثير من الأنمي. أوه شيء. تحكم حر. أنتظر على الغياب هذه المدة الطويلة، لكن أصدقائي والله قد عاد. هاي الست فتاة التي تقوم بتمهيد الأنمي الشفاء. This one is different from the others. هذا هو البوس. It's so strong. No, I can't die like this. Someone help me. أنا شخصية أخرى. أوتو. Watch out. Thank you. أوه. بس أنا أيضا أصدقائي شاهدوا. أوه الكات سينز أيضا رائعة. شاهد بوابة أخرى تفتح. هيا جيد. أعتقد أن اللعبة تحاكي قصة الأنمي أيضا. نعم تحاكي قصة الأنمي. هي الغرفة التي استفاق مات فيها البطل، وأيضا استفاق منها وأصبح أقوى. هذه غرفة نادرة الحدوث وحصلت مع هؤلاء. كما تشاهدون رائعة جدا. اللعبة أيضا باللغة الإنجليزية. كما تشاهدون جرافيكس ممتاز الخاص بالشخصيات. اللعبة أيضا تحاكي قصة الأنمي. هي الشخصية الخاصة بسانجيو أو سانجيو أعتقد، وهو الآن ما زال صغير. هنا كان ضعيف جدا. واو شيء ده. واو كما قلت لكم ان هذه الغرفة هي نادرة. اوه شيء ده الشخصية كم هي مرعبة. هي نادرة الحدوث. يمكنكم مشاهدة الكالتسين. اعتقد انني ساقوم بعمل سكيب. هيا كي ندخل الى اجواء اللعب. شاهد هنا. نعم مثل قصة الانمي تماما. هنا سيقضون على الشخصية الاساسية والرئيسية في هذا الانمي، وسوف يستفيق مرة اخرى. لا اعلم لماذا اختاروه، لكن اعتقد اختاروه لانه قام بمساعدة اصدقائه وقام بالتضحية بنفسه. If you refuse to accept, your heart will be... For the allotted amount of time? Dodge their attacks? Damn it! How long do I have to run? How does it expect me to get out of here alive? Beast-type monsters, maybe? Wolves? Damn it! I can't
stronger than this. Given a second chance at life, I refuse to die so easily.